السلام عليكم حبيباتي وميماتي الغاليات المنوري لي القناة، كدايرين؟ لبس عليكم، تمناكم تكونوا بخير، أموركم كل على خير إن شاء الله، دائما ناشطين فرحانين سعداء. نتمناكم دائما تكونوا في أحسن الأحوال. ميماتي وصحباتي وخواتاتي وحتى المشتركات جدادات، مرحبا بكم وألف مرحبا بكم في قناة أختكم وقناتكم. إن شاء الله يا ربي تعجبكم هذه القناة المتواضعة وتكونوا كتستفدوا منها ولو غير شوية. مرحبا والف مرحبا بكم. ما ننساش نشكر الاخوات اللي كيخليوا لي التعليقات ديالهم طيبه، لهلي خطيكم الله يكبر بيكم، واخا نشكر فيكم حتى الصباح ما نوفيكمش حقكم. شكرا لكم كاملين، الله يكبر بيكم والله يعلي مقامكم، ونتمنى لكم اي حاجه زوينه في هذه الدنيا، الله يعطيكم الصحيحه اهم حاجه، وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطولة العمر واي حاجه كتمنوها ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بريوات بالنكهه ديال الحوت، ولكن بلا حوت، خطيرين البنات، كيجيو رائعين، يعني ما تفرقوش ما بينهم وما بين ديال الحوت، يعني تقريبا كيشبهوا لهم بزاف في المذاق. نتمنى من كل قلبي تجربوهم، لانهم بريوات ديال الدراويش، يقدر يديرهم اي واحد، وان شاء الله الا جربتوهم ما تقدروش تستغناو عليهم ان شاء الله في رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. جربوهم كيف العاده وردوا عليا واش عجبوكم، كيف ما دائما مولفيني والهلي خطيكم، والله كتفرحوني بزاف ملي كتخليو لي التعليقات وكتجربوا الوصفات وكيعجبوكم. الى عجبكم الفيديو كيف العاده ما تبخلوش عليا باللايكات، بطبيعه الحال الى شفتوني انني نستحق. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو باول حاجه المقادير ديال الشرموله ديال الحوت اللي كتعطينا واحد المذاق رائع لهاد الحشوه، والدجاج كتجي فيه ديك البنه ديال الحوت، يعني كيجي رائع ان شاء الله. غير جربوها راكم كتثقوا فيا، راكم عارفين اللي كاين. كنحتاجو واحد الربيطه ديال القزبور والمعدنوس اللي كيكون مقرط، يعني يكون شويه كتير باش كيعطينا مذاق زوين. جوج المعالق ديال صوص صويا اولا صلصه الصوجا، معلقه كبيره ديال الخردل اولا لاموطارد، وغادي نحتاج عصير ديال الحامضه كامله، يعني تقريبا واحد 5 المعالق ديال العصير ديال الحامض. راكم عارفين الدجاج كيبغي الحامض باش هكا تجي فيه ديك البنه ديال الحوت. عندي هنا واحد الحامضه صغيره مصيره اللي قطعتها بالقشره وباللب ديالها طريفات صغار، ومن بعد راه غادي نطحنها. وعندي هنايا تقريبا واحد 8 الفصوص ديال الثومه اللي كيكونوا محكوكين، معلقه صغيره ديال الهريسه، ودائما الحار كيبقى على حسب الذوق، لكن هاد البريوات هادو كيبغيو يعني تجي فيهم ديك البنه ديال الحار باش كيجيو زوينين. وعندي هنا معلقه صغيره ديال مركز الطماطم اولا مطيشه ديال الحك، غير معلقه صغيره كتعطينا مذاق زوين. وعندي هنا شويه ديال السكنجبير الطري اللي حكيته في الحكاكه الرقيقه، الا ما توفرش لكم ديروا غير العادي، هذا الطري الصراحه كيعطي واحد المذاق رائع في الدجاج. وعندي هنا معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، وعندي واحد المربع ديال الكنور بالنكهه ديال السمك، هذا الخضره البنات اللي كيكون بالاعشاب، يعني طبيعي راه مكتوبه فيه بدون مواد حافظه بالاعشاب، الصراحه كيعطي واحد المذاق رائع، فيه الزعتر وفيه العشوب، الصراحه زوين. مهم دائما انا كنستعمله لانه كيعوض ليا العطريه ديال البسطيله، اللي عنده العطريه ديال البسطيله يستغنى عليه ويستعملها. عندي شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، وشويه ديال اليازير اولا اكليل الجبل هكا اللي كيكون خضر، كيعطينا واحد البنه هائله. عندي نص معلقه صغيره ديال الكمون، ونص معلقه صغيره ديال القزبور يابس مطحون، حتى هو كيعطينا واحد المذاق رائع. فبالنسبه للمقادير ديال الحشوه، بسم الله عندي هنا كميه ديال صدر ديال الدجاج اللي كتبقى على حسب الكميه اللي غادي تستعملوا. انا تقريبا استعملت صدر ديال الدجاجه كامله والنص ديال صدر ديال الدجاج، بطبيعه الحال مغسول مزيان بالحامض والملح والسكنجبير، ودرتو في المجمد يعني بات ليله كامله. اللي بغى يستعمل لداند ممكن، غير هو غسلوه مزيان وضروري ما تبيتوه في المجمد باش هكا كيجيكم فتيه، يعني ما كيجيش هكا مكنزز فاش كنبغيو ناكلوه. عندي هنا واحد الربيطه ديال البورو اللي قطعتوها هكايا مربعات صغيره، اللي بغى يستعمل البصله الخضاريه ممكن، انا ما توفراتش ليا، كان عندي البورو، والبورو البنات راه لا يعلى عليه في الحشوات، كيعطي واحد المذاق رائع بزاف. وعندي هنا جوج ديال الجزرات اولا جوج ديال الخزويات اللي محكوكين في الحكاكه الغليظه، وعندي هنا نص حبه ديال الكروم اولا ليشو اولا الملفوف اللي حتى هو حكيتو في الحكاكه الغليظه باش هكا ما كيبانش، وكيعطينا واحد المذاق رائع في الحشوه.
وكيجيو هاد البريوات غنيين بالخضر، وحتى الدراري الصغار كياكلوهم بلا ما يحسوا. عندي هنا علبه صغيره ديال الشامبينيون اولا الفطر الاسود اولا الكحل اللي كيكون يابس، رقدته في الماء اللي كيكون طايب، ومن بعد غسلته مزيان وقطعته طريفات صغار. عندي هنا واحد زليفة صغيرة ديال الزيتون مقطع طريفات صغار اللي زدت قطعته هكايا في الهشوار باش كيعطينا مذاق زوين، استعملوا الكمية اللي كتفضلوا. وعندي هنا واحد العلبة ديال الشامبينيون المعلب اللي حتى هو قطعته طريفات صغار، وشوية ديال الفرماج الأحمر محكوك اللي كيعطينا بطبيعة الحال مذاق رائع غنحتاجوه في الآخر. وعندي هنا 125 غرام ديال الشعريه الصينيه ديال الرز اللي من بعد غادي نرقدها في الماء مع كنوره ديال السمك كتعطيها واحد المذاق رائع بزاف. وهنايا عندي بطبيعه الحال زيت الزيتون وزيت المائده وشويه ديال الزبده فاش غادي نشحروا، ممكن ديروا غير زيت الزيتون وزيت المائده. اول حاجه غنحضروها واللي هي الشرموله ديال الحوت. هنايا خديت الهشوار او لامونينيكس اللي متوفر عندكم، كندير فيه هذيك القبيطه ديال القزبور اللي قطعتها طريفات باش هكا كتجيني ساهله. كنضيف ليا زير وكنضيف الثومه وكنضيف سكنجبير طري، كذلك العطريه اللي عندي، التحميره، الهريسه، مركز الطماطم، كنوره ديال الحوت، البزار والقزبر يابس مطحون والكمون. مهم كنضيفو كل شيء، ومعلقه كبيره ديال الخردل اولا موطارد، معلقه جوج المعالق كبار ديال صوص صويا، وشويه ديال زيت المائده وزيت الزيتون. وغادي نخلط كل شيء، يعني التوابل كلها اللي سبق ليا وذكرت ليكم، وان شاء الله يا ربي ما ننساش. غنخلي لكم كل شيء مكتوب في صندوق الوصف، ماشي مشكل، تستاهلوا كل خير. صافي غادي نطحن هذا الخليط مزيان، وما نعاودش لكم هاد الشرموله كيفاش كتجي لذيذه. ممكن تستعملوها للحوت او لاي حاجه للدجاج الا بغيتو يجيكم بنسمه الحوت، كتجي خطيره. انا هنا زدت شويه الملحه لان ذقتها وجاتني شويه خاصها الملحه. مهم نتوما ذوقوا، عاد تزيدوا الملحه باش هكا ما تجيكمش الحشوه مالحه بزاف. هنايا خديت واحد الطاوه فرشت فيها هكايا بابي سولفوغيزي، وكبيت فيها داك الدجاج اللي ديجا ذكرت ليكم، وكندير تقريبا 4 المعالق ديال هاد الشرموله هادي، وكنشرملو مزيان مزيان كيف كتلاحظوا. ومباشره هنايا غندخلوا الفران اللي ديجا شعلته من قبل، راه سخون، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت. شوفوا معايا كيفاش كيبان مشرمل، راه ما نعاودش لكم المذاق ديالو فاش كيتشوى هكا في الفران، كيجي رائع. من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، راه ما كياخذش الوقت لان الصدر دغيا كيطيب. ها نتوما ملي كيطيب ما تخليوهش حتى ينشف ليكم، خليوه هكا يكون باقي رطب باش كيجي المذاق ديالو زوين. صافي غادي نخليه يبرد وغادي ندوز نشحر هكا الحشوه. خديت واحد المقله اولا واحد الطنجره اللي كندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال زيت المائده وزيت الزيتون، وكنضيف هذاك البورو اللي سبق ليا وذكرت ليكم. وانتوما ممكن ديروا غير البصله، دائما اللي توفرت لكم ديروها. كنخليو هذاك البورو يتشحر شويه واحد 3 ديال الدقائق باش كيعطينا مذاق زوين. من بعد كنزيد عليه هذاك الشامبينيون الكحل اولا الاسود اللي مرقد ديجا ومقطع هكايا طريفات، وكنزيد عليه ليشو اولا الملفوف اولا الكرم. راه كتجي هاد الحشوه رائعه، وديجا درتها معكم العام اللي فات بطريقه واحده اخرى. وكنضيف داك الجزر اولا خيزو، كنضيف كذلك داك الشامبينيوم هذا المعلب اللي حتى هو مقطع. وغادي نشحر هاد الحشوه مزيان مزيان، يعني حتى كتهبط حتى كتدبال. وفي هاد الاثناء راني كنفرتت هكايا الدجاج، كنقطعو طريفات صغار، راه كيجي طايب غير ما تفوتوش عليه من 15 حتى ل 20 دقيقه باش ما كيبش، يعني كيبقى هكايا رطب بحال الحوت. هنا كيف كتلاحظوا ان الحشوه تشحرات وهبطات. غادي نضيف دابا ديك الباقيه ديال الشرموله اللي كتشيط ليا ديال الحوت اللي ديجا صوبنا ودرنا منها الدجاج، كنضيفوها كامله. راه ما نعاودش لكم على المذاق اللي كتعطي، المذاق ديال الحوت تماما. صافي غنحرك ونخليها شويه تشحر ليا مع هاد الخضر هادي، ومن بعد غادي نضيفو الدجاج ونضيفو الشعريه الصينيه اللي ديجا رقدتها في الماء اللي كيكون طايب مع واحد الكنور ديال الحوت باش كتعطينا مذاق زوين. وهنايا راني ضفت داك الزيتون الخضر اللي مقطع طريفات، وكنضيف عليها هكايا الدجاج، وغادي نضيف الشعريه الصينيه، وغادي نخليهم يتشحروا مع بعضياتهم واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق باش هكا ديك الشعريه الصينيه كتجي شاربه، يعني ما كتجيش غير شعريه وصافي، يعني كتشرب هذيك الشرموله وكيجي فيها واحد المذاق رائع. انا كتعجبني هكا نشحرها شويه، ماشي غير نديرها وصافي، باش كتلون ديالها كيتبدل. صافي غادي نشحر مزيان، والفرماج ما كنضيفوه حتى كتدفى لينا الحشوه.
هنايا صافي، هنايا كيف كتلاحظوا انها نشفت من السوائل، ما تخليوش فيها لا ماء لا زيت لا حتى شي حاجه. غادي نطفي عليها البوطه وغنخليها تدفى، عاد نضيف لها داك الفرماج الاحمر ونخلط ونخليها ان شاء الله حتى تبرد، وندوزو ان شاء الله نعمرو البريوات. نسيت ما قلت لكم باللي الشعريه الصينيه راه صفيتها من هذاك الماء وقطعتها هكا باش ما كتبقاش طويله، ضروري ما كتقطعوها مزيان. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الحشوه لان فعلا كتجي رائعه وكتجي بنينه وراه بسيطه، راه مقادير البنات يعني متوفره عند اي عطار عند اي حانوت. ان شاء الله يا ربي تجربوهم، وان شاء الله مازال جاياكم بحشوات اللي هما كتار بزاف، غير قولوا لي الحاجه اللي تبغيو. المهم البريوات الحوت اللي المسكين ليه الله وصافي بحالنا وبحالكم وبحال بزاف. كنحاولوا نديروا شي حاجه اللي تكون قريبه لهم تقريبا، وراه كيجيو رائعين بزاف. من بعد ما كتبرد لينا الحشوه تماما ضروري ما نخليوها حتى تبرد. هنايا خديت شويه ديال الدقيق البيض اللي خلطته مع الماء باش كنتحصلوا على واحد العجين اللي كنلصقوا بها البريوه. انا ما كيعجبنيش نلصق بالبيض، وخديت الورقه ديال البسطيله الكبيره حيدت لها دوك الجناب اللي كيكونوا كارمين وقسمتها على جوج كيف كتلاحظوا، كنحاول هكا نحلها. وغادي نوريكم الطريقه ما بين بزاف ديال الطرق اللي كندير، يعني كندير شي 6 ديال الطرق ديال البريوات، مي غادي نعطيكم غير الساهلين ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. كل مره نتشارك معكم شكل. هنايا خديت النص ديال الورقه، دائما الجهه الحرشه كتكون الفوق والجهه الرطبه لتحت، كنطويها هكا على جوج كيف كتلاحظوا معايا. طريقه سهله وبسيطه، وكناخذ كميه ديال الحشوه. انا راه غنديرهم كبار البنات، ما تيعجبونيش انا البريوات يكونوا هكا يا صغار. كندير الحشوه انا كنعمرهم وكيجيو يا سلام، هزو من كل شيء، من الدجاج ومن الشعريه ومن كل شيء. كنرد هذا القنط هذا لهنا وكنحاول نقاد الحشوه كيف كتلاحظوا معايا. نتمنى زعما الفيديو كان كيوضح اكثر مني، يعني على شكل مثلث. ودابا غادي نقاد الجناب، يعني البريوه كامله دايره على هذوك الجناب، ضروري ما كتعمرهم بالحشوه باش كيجيوكم مقادين، ماشي بحال ديال الزنقه يعني كتاكلوهم والجناب كيكونوا خاويين. صافي غنبقى نلوي بهذه الطريقه، هذه ساهله. ملي كنوصل لها الطرف كندير شويه ديال الدقيق البيض وكندخلو في هذا عفوا داك الخليط ديال الدقيق والماء، وكندخلو هكا في هذه البلاصه هذه. مهم غادي نعاود معكم ان شاء الله شي جوجات، نتمنى ان شاء الله والله زعما راه تنبغي نوصل داك الشيء من قلبي، نتمنى ان شاء الله يكون كيوصلكم. الحمد لله راه كتكتبوا ليا باللي راه الشرح واضح، شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، راه كبار يعني راه ماشي صغيورين، راه ما شاء الله كيجيو عامرين. كناخذ هكا النص ديال الورقه، الجهه الحرشه الفوق والجهه الرطبه لتحت، وكنحاول نطويها على جوج. انا ما كندهن ما والو لان باقا جديده، ما احتاجيتش انني ندهنها. كنحط الحشوه في هاد الطرف هذا، يعني كنكثر، وكنجيب هذا القنت هذا كنردو عليها باش كنسد عليها، وكنبدا نلوي على شكل مثلث، وكنعمر هكا يا الجناب الا بانت ليا شي جهه يعني ما عامراش، كنحاول نعمرها وكنبدا نلوي من هاد الجهه لهاد الجهه. يا ربي تكون الطريقه واضحه، والا ما كانتش واضحه ماشي مشكل، كتبوها ليا في التعاليق باش الا درت معكم شي نوع اخر نحاول نوضح اكثر. هانتوما كتجي بريوه رائعه وكتجي عامره ما شاء الله. بنفس الطريقه كنطويو الورقه على جوج، وكنحطو الحشوه، وكنحاولو هكا نردوها الطرف، وكنعمرو الجناب. ضروري ركزوا ليا على الجناب لان داك المثلث ديال البريوه كيدور على الجناب ديالها. صافي غنستمر ان شاء الله تنكمل الكميه، انا اصلا سبقتكم دائما سبقاكم. نص ديال الكميه غادي نطيبهم مباشره، والنص ديال الكميه غادي نجمدهم، كنديرهم في واحد البلاطو وكنغطي عليهم بواحد البلاستيك، وكنحطهم في المجمد حتى كيجمدوا، وكنحطهم هكا في شي سوبيره. اما بالنسبه لهادو كندهنهم غير بشويه ديال الزيت، وغندخلهم الفران اللي كيكون سخون، شعل عليهم من الفوق ومن التحت حتى يطيبوا. انا كيعجبني الصراحه ندهنهم بالزبده نوازيت، كتعطيهم واحد المذاق زوين، ولكن ما كانش عندي داكشي علاش. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، درت معاهم الحريره الاجواء ديال رمضان ما شاء الله كيجيو رائعين. وشوفوا معايا الحشوه كتجي هائلة، نتمنى من كل قلبي تجربوها، ضروري كنبغي زعما نوريكم الشكل النهائي. وكذلك كتجي مقرمشة، حتى الزيت كتعطي القرمشة لهذيك الورقة ديال البسطيلة. نتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا منه. خليت لكم الراحة يا أغلى الناس، الخير تيسير وكل حاجة زوينة، والسلام عليكم.